ست بتفكر انها تعمل حاجة زي دي هي جريمة بكل المقاييس، انا بحسها كده. هو قتل نفس في الاخر. ما ينفعش انه انا اكبر حاجة كائن عايز يجي للدنيا انه انت ما تجيش لمجرد انه في شخص تاني مش عايز تبقى موجود في حياته. مش من حق اي حد انه يجهض طفل ربنا اراد انه يبقى موجود في بطنها، يعني عايز كده. انا شايفه انه مش من حقك تعمل كده. دي حاجه تزعل ربنا جدا وبتجيب لعنه للعيله. يعني مش من حقي ابدا ان انا اقتل طفل او اقتل نفسي ربنا ادهولي. يعني ضد خالص فكره الاجهاض، لان ربنا عايز الطفل ده، هو ربنا ادى نعمه، فانا ليه اموته؟ انا بحس ان ده طفل روح كيان الرب خلقه عشان حاجه معينه، فانا حاسه ان دي حاجه جميله قوي يعني، وناس كتير بتتمناها. لو مثلا الجنين فيه ديفو، فيه اي نوع من انواع العيوب الخلقية، طب الأهل يستحملوا ده ليه؟ في ناس تانية تقول لأ خلاص ده ربنا جابه بالطريقة دي، يبقى لازم نستحمل ولازم نعيش معاه ونتساعده. أنا ما عنديش، مش بانية بصراحة وجهة نظر محددة في الموضوع ده. بشكل شخصي أنا مش موافقة عليه، لكن في مرات وحالات يعني كانت ضرورة بالنسبة لهم وهم حاسوا أنهم مرتاحين لكده. أنا أعتقد أنه ما فيش رأي واحد هو 100% صح ورأي واحد هو في 100% غلط. أنا بالنسبة لي ما حبش أعمل كده، ما اختبرتش أني أتحط في الموقف يعني، بس وأنا برا وأنا بيس كده أقدر أقول أنه أنا مش موافقة عليه. مش مقتنعة أني هو زي ما الناس بتقول بقى لا حرام ولا أنت كده بتقتلي طفل والحاجات دي، مش عارفة، حاسة أنه أنا ممكن أكون مضطرة أعمل كده لأي سبب من الأسباب. أنا طبعا ما تعرضتش لكده فما فكرتش فيها قوي، بس حاسة أنه لا، يعني ما اقدرش اقول انه حرام او ما ينفعش يتعمل. لا، ممكن يتعمل في حالات معينه لو انا مضطره. يعني انا في حالات بحس ان هي مش ضدها، يعني ان هي تحصل، بالذات لما اعرفوا ان الولد ممكن يتولد بتشوه في بدايه الاشهر يعني. بس انا ضد مثلا، يعني انا اعرف احد قريبتي يعني ابنها التالت جه ما كانتش عايزاه، فلما جه كانت عايزه تعمل اجهاض. يعني انا كنت ضد ان هي تعمل كده يعني، بس في حالات يعني ما ربنا ادانا عقل. يعني ولد انا عارفه ان هو هيتولد طول عمره ممكن هيفضل تعبان حتى لو هيطلع فيه مشكله، لكن لا يموت. لا، انا ما قررش هو يموت امتى ويحيى امتى. لا، مش انا، لا، الفكره انا ارفضها تماما. ده روح يعني وانا اللي شايلاها وامانه عندي، ودي حاجه مني يعني، هموت حته من نفسي. ف ما اعتقدش ان انا ممكن اغفر لنفسي بعد كده لو حصل حاجه زي كده يعني. بس في نفس الوقت البيبي ده لو هو مثلا اكيد هيتولد مثلا باعاقه معينه، وهيتولد يعذب نفسه بعيد عن انه هيعذب الناس التانيه، فلا يعني ليه اجيبه للدنيا يتعذب؟ بس في نفس الوقت برضو محدش عارف، ما يمكن يكون هو وجوده في وقت معين كويس يعني، عشان يبقى بيخلي مثلا اهله يتعلموا حاجه معينه، او هو نفسه يبقى مؤثر في المجتمع بشكل معين. فانا حاسه انه انا مش عارفه اقرر قوي، بس هي مش حاجه حلوه يعني. لو ده اوبشن من الاوبشنز، لو ده اختيار، لا ما يكونش اول اختيار، ويكون الاخير قوي لو اصلا ينفع ما نعملوش.